بس هو ما لعلوش نار. صلي عليه بيه حاجه. صلى الله عليه وسلم حاجه. كيفاش نار؟ تعلمي انت على الفلاح شنو يصرف؟ هاني انا زوالي كيفك انت، تعلمي انت على الفلاح شنو يصرف؟ هو يصرف يعطيك الصحة، وتعرفي انت با. اي ليه ربي؟ يعطيك الصحة، يعطيك الصحة، وتعرف انت شكرت شعرك قداش ياخذ فيها؟ الدولة تبيع فيها ب 80,000. نحن فاجين، نحن فاكرين يبيع فيها 150,000. لينا ربي نحن. لينا ربي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. تعرفي انت ايش قال في الحديث؟ اي قال ما عندوش ضحى عليه الرسول. هيك هو فريد، علاش باش نشكون؟ ما شكيناش شكون اللي يخبي الحليب، ما شكيناش شكون اللي يخبي الزيت، ما شكيناش شكون اللي يخبي السكر، نشكو كان على اللي خان الدوله. ونحن واش عنا من ندخل؟ نحن زواوله. نشكون ربي. اما هما قول لي هما ما عندهم حتى دخل. هما ما عندهمش ضمير اللي يدرب. عندنا مافيا في تونس يا حاج، عندنا مافيا كبيره ياسر. هي تحتكر في الزواوله. ماذا بينا الدم الابيض اللي تعرفيه الدم الابيض في البشر، ماذا بينا نحوه لك ويبيعوه. الدم الاحمر حكايته ما عادش يمشي الدم الاحمر. الدم الابيض هو اللي بيه فيه. ان شاء الله قدام ربي تحاسب. حسبنا الله ونعم الوكيل فيها. اما هو فلاح مساك اللي يعلم نجم تباتي انت لهنا. ما نجمش. ياك هو مال الفلاح مسكين، هو عنده 20 يوم طايش لهنا. يا اخي انا اللي يصور في 500 و600 و700 و800. اش باش يعملوا عنده صغار؟ هذاك الافريك يا حاجه، نحن في الافريك مش في اوروبا. الحاجه نحن في العالم الثالث. تعب البلاد، تعب البلاد يا حاج. تصور هذه تعب البلاد، تعب البلاد. خطيه قيس سعيد، ما يسالش هنوصل له بالله، ما تقصش حد شيء بالله. يا قلنا قيس سعيد، قيس سعيد، قيس سعيد. البلاد تعبت، زاد تحطت في منحدره تو. ما يد واحده ما تصفقش، يد واحده ما تصفقش. وينك؟ اضرب العصا الغليظ، اضرب العصا الغليظ، اضرب. اي مالي يا شعير. اي اي بلا نحن انا عندي 50 كعبه، يعطيني في شكاره شعير؟ شكاره شعير لمن مش نوكلها انا؟ لمن هو الفلاح؟ انا ناخذ فيها مرش نوار. اي صحيح، ما عندش كون ياخذ فيها عند المافيا يا حاج. وينك قيس سعيد؟ قيس سعيد، قيس سعيد، ما عادش. انا غالي علي وليدي العلوش، ولا اله الا الله. وان شاء الله ربي يعمل لنا تاويل، وان شاء الله ربي قال يفرج على بلادنا. وكا دقيقه، الشكوى من دون الله ما ذل، تو نحن ذالين واضح. الشكوى من دون الله ما ذل، نشريو على قد سواردنا. ربي ينوب علينا، ما نعيدوش، مش لازم العيد. يا حاجه صليش على النبي، يا حاجه والله ما تقل. يا حاجه صليش على النبي، يا حاجه، يا حاجه 700 دقيقه بلا دقيقه ما ثمش بلا دقيقه. يا حاجه صليش على النبي، صلى الله عليه وسلم. يا دي لف، انا حمال في النازله، عندي كربون حمل في العبيد. وتحيا تونس، كل قدير وقدره يكذب عليك. نحن الشعب التونسي ديما نشكيو، تعطيهوش بليش العلوش، يقول لك برسمك خذ لي معاه بلا قرد وصله لي للدار. واضح؟ تشريش كهرباء، يقول لك برسمك اعمل لي لها لاسيرونس. يا ربي ان شاء الله. واضح؟ ورجع لي الباقي. ودي ما فهمش رخص، يهديكم ربي، يرحم والديكم. رخيص، والله رخيص. ودي برسلي انا بيه. شد الكلاسات وتهزي علوش. دوري بالعصا. خويا الله عليك، مرة زوالية. ذاك هو العالم الكل غلاء، ما يعيش الشعب التونسي. نحن في العالم الثالث راه، نسيت روحنا اللي نحن في العالم الثالث. خيراتنا الكل يهزوا فيها فرنسا، بتبيع باش نموتوا بالشر. بتبيع الحليب باش يغلى، السكر باش يخبوه، الزيت باش يخبوه، العلوش باش يغلى. شكارة سعير عندهم حق، راه شكارة سعير 150,000 ياخذوا فيها معلم. انا وبابا روحنا التالا، روحنا بلاش باش ناخذوا زوز علاش. نقسم بالله كيما نكلم فيك صدق، راه مش باش نكذب عليك هكا ولا، نقسم بالله راه مشينا التالا للريف تالا. علوش نفس كيف روحنا بليش في سكار، والباقي تاخذوا مرش ما. ونقسم بالله نفس السوق تاخذوا منا خير. علاش تخسر في مازوت انت 150,000 ومصروفك ودنيتك وكل شيء؟ يكذب عليك. 150 تشكر سعر، ما تعمل لهم شيء نهار كامل هذوما. 150,000 قداش تثقل عليه انت العلوش بالله؟ جيت لهم تعذر راه معلم، جيت لهم تعذر. هذه مبيتي بيتوا فيها لا مطر، مطر نمشي معاك دقيقه من زمان. مطر وين؟ مطر في بيجا، في جندوبه، في بنزرت، برا من روحي وانت مقلع حتى السبيد لخبوك تلقى قطره مطر. دقيقه او يعرف يعرف برا من روحي من كيف تجري وين وانت مقلع خبوك تلقى قطره مطر. فمش مطر يكذب عليك، المطر تصب لهنا على حيوط، خاطر ربي عاتيهم على قد قلوبهم هذاك. لا صدقه نورمالمون يخرجوا الزكاة، ما يخرجوش الزكاة، يقلوا فيهم واحد هاكا ربي يحاسب فيهم على قد قلوبهم. شا ليه نتكلم فيك واقع؟ ما هو ربي، اي ربي يعطيك على قد قلبك انت. ربي يعطيك، تعال ما فما فما قصص. فرجونا في زوز كبش العيد وقولوا لنا فما زوز قصص، واحد يصدق عهد الانبياء هذه، واحد يصدق، واحد ما يصدقش. في جنب بعضهم هكا، هذه تمطر المطر وهذه ما تمطرش. جاوا شوفوا العلماء علاش هذه تمطر هذه ما تمطرش، خاطر هذا يصدق في صدقه. حق ربي يعطي فيه التسعة والعاشرة لله، وهذاك العاشرة يلم فيها ما يفرحش التونسي. دقيقة دقيقة، التونسي عمره ما يعيد عيد صحيح. والله يا تونسي المليح لاباس عليه، والله ما عيد. شكون تعرف شكون اللي يعيد؟ ولا كان الزوالي.
اقسم بالله لا باس عليه والله لا يمسخ روحه وما يحبش لو ساخ ياخذ باللحم ياخذ بخمسين دينار عادي من الجزار باهي لا باس عليه ما عيدش لا باس عليه في البحر تو في البحر توريست سياحه تو باهي الزوالي يولي عيد الزوالي لا باس عليه يجي يدور الوسخ يدور الرحبه الزوالي لا باس عليه ما يحبش لو ساخ انا بطبيعتي نقسم بالله لا شريتها تو هاني نقسم لك بالله نقسم بالله لا شريتها توين باهي هاني نقسم لك بالله مش لي معايد علاش ما عنديش سوارد علاش نكذب عليك صحيح نقسم بالله لا شريتها تو هاني نقسم لك بالله نشري على قد سوارد يا خويا انا 800 اخو علوش 900 اخو علوش مليون اخو علوش زوز مليون اخو علوش عندي انا زوز مليون باش نفرح ربي ناخذ له حتى ب 10 مليون ربي علاش قصريه مثلا نمشي معاك علاش قصريه ب 80000 ونمشي قصريه ب 360 هز مرته تقول له خذي نتاع 360 علاش قصريه ب 360 تاخذها قصرية نتاع شنو نتاع تواليت قصريه وعندنا في تونس مره تفرجنا في قناه تتمنى عندها قصريه الناس قصريتها بالذهب عاملينها بالذهب انت تعرف كي نعرف انت تعرف والشعب التونسي يعرف العالم كله يعرف دي الق... المافي المافي هي اللي تغلي في السوم المافي تبيع في شكارة سعير ب 150000 الفلاح 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 بس يزيدك بتبيعته كان جيت شكارة سعير ب 90 و 80000 تلقى ناقص 200 و 150000 في السوم العادي تو مليون تلقاه ب 850 مش غالي علوش مش غالي اصلا 1300 و 1400 علوش غالي عام رو عام يخدم رو سي هو يرعى في الغلام متاعو نهارو بليش هو نهارو بليش المواطن وقت اللي يهز الساعي بليش اما الشعير والكونسونتري وزن خير نحن يعطونا فيها معناها طرق قنطار الشعير منشر 120 دينار 120 دينار قنطار ما فهمش 120 برا لوز 120 قنطار 120 ماهوش موجود شنو هو المواطن عام 12 يخدم عام 12 يخدم ما كاش نهار نهار في الايام ما كاش حق علوش يخدم 12 حاجه بسيطه ما كاش الشعب التونسي نعطيك حاجه بسيطه برا سمك في الاخر باش تقول لي فانا قناه الشعب التونسي ما يتكيف الدخان دخانه قداش نهاره ب 5000 انت احسب 10 شرف ال 5000 قداش يجي في الشهر بيجيو 150000 وال10 شهور قداش يجيو مليون ونص مليون ونص وزيد مشاهرين انت ب 300 مليون و800 يا اخو عز عيد هذا يبطل الدخان بركه فكره ولا ماشي فكره قصت لهنا الكلام نشوف العيد لا لا اس ما عادش عيد ها في تونس ما عادش عيد عيد العيد الاضحى هذا ما عادش يضحى وصل هذا هو مازال حاجه قليله بالنسبه للعيد مشيت نح عامين ثلاثه ما عادش عيد قلقت انا عندي سبع ايام هنا ما نجيش لهم انا ما رقدتش انا شو باش يخلصنيش كلها ما عنديش قلقت اصحاب الفلوس مش معايده مش معايده العبيد لا مش معايده العبيد مش معايده لا لا انا نعايد انا عندي نعايد عندي باش نعايد انا على على اخر حاجه نعايد هنا اخر حاجه اما نحن قعدنا قعد الشعب التونسي يعني يوخر الفلاحه قاعد توخر قاعد توخر مش توفي الفلاحه لا مش توفي الفلاحه ما عادش قول لهم باي باي الفلاحه ما عادتش لا عاد تعبت زرع على الارض ولا عاد كسب الغلم ما عادش تونس فيها غلم وما عادش فيها ارض للقمح لا عاد قمح لا عاد غلم ما عادش الجفاف ضرب الارض ما عادش باش يجيب القمح والشعير باش يعلف الواحد تو بطل بن قداش بطل بن ب 15000 بطل قلت ب 30 دينار شنو نعلف هني؟ نعطيها كل يوم 6000 ناش باش تطلع لي في الشهر صاحبي 200000 في الشهر شنو نعمل بها هني الناش؟ انت تشعر تريد ما عادش تلزمني هني